أدانا مشاهدينا للمتابعة، ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمد الشحومي رئيس الحراك الوطني الليبي. دكتور أهلا بك معنا في هذه النشرة. يعني زيارة الفريق محمود حجازي لليبيا في الذكرى الثالثة لعملية الكرامة، أهميتها لكم؟ قطعا هي خطوة مهمة لعدة أسباب، لأن هذا الرجل على الأقل خبرناه وعرفناه وكان معنا في لجنة صياغة بيان القاهرة أيام 12 و13 ديسمبر 2016، وهو مكلف من القيادة المصرية بالملف الليبي، وأكثر شخصية يمكن عربية أو عالمية تعرف تماما ما يدور في ليبيا، وتحاول أن تبذل أقصى ما تستطيع من جهد للتوفيق ما بين الأطراف. والزيارة جاءت في وقت نحن في أمس الحاجة إليه حقيقة، لأننا كل ما نحقق تقدما نحقق خطوة إلى الأمام، تأتي رياح مصطنعة من جهات معروفة ومحددة، لأنها لا تريد حل للأزمة الليبية، هي تريد أن تدير الأزمة الليبية بما يحقق مصالحها، وهذا يختلف اختلافا تاما على الموقف المصري الذي يريد مصلحة مصر الأساسية أن تنحل المشكلة الليبية. وحل المشكلة الليبية أن تقوم دولة. ليبيا لا زالت تحت البند السابع، لا زالت تحت وصاية الأمم المتحدة، لا توجد فيها مؤسسات مستقرة. فالزيارة الآن خاصة نتيجة للتوتر الذي حدث في الأسبوع الماضي، لابد أنها ستثمر إن شاء الله. أنتم ذكرتم دكتور محمد أن هذه الزيارة هي زيارة ملحة للجانب الليبي، طبعا بخصوص ما يحدث في ليبيا ومحاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة. هل هناك نقاط محددة حددها الجانب الليبي في هذه الزيارة للحديث مع الفريق محمود حجازي؟ نعم، هي أكبر من ذلك. يعني عملية التلاحم في مواجهة الإرهاب سواء في مصر أو في ليبيا هذا أمر محسوم وأمر مفروغ منه. الزيارة أبعد من ذلك، الزيارة تناقش قضية التعثر الذي حصل في اللقاء الذي تم ما بين المشير خليفة حفتر والمهندس فايز سراج، والذي تأملنا فيه خير، وفعلا هو كان دفع قوي لتنفيذ الاتفاق الذي تم في القاهرة، ثم بعد ذلك في تونس، ثم في الجزائر وفي عدة أماكن من العالم. يعني عندما بعد ذلك الاجتماع كان المفروض أن يعقد سلسلة من الاجتماعات في القاهرة الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع، لكن الذي حدث أن جهات معينة مسلحة كشرت عن أنيابها في طرابلس ومنعت، أقولها بمنتهى الصراحة، منعت السيد فايز سراج من مغادر طرابلس، بل منعت السيد وزير الخارجية محمد سيالم من أن يعود إلى طرابلس. طيب ما الذي يمكن أن تقدمه أو يقدمه الجانب المصري في هذه المسألة، أو ما ينتظره الجانب الليبي من الجانب المصري؟ نعم، هناك يعني مصر هي تكاد أن تكون هي البوابة الليبية الوحيدة الموثوقة في تواصل الليبيين مع المجتمع الدولي. مصر هي القادرة على أن تعبر تعبيرا صحيحا عن إرادة الليبيين وتنقلها إلى المجتمع الدولي، مثل ما فعلت عندما أصر الليبيون على ضرورة تعديل مخرجات الصخيرات، وقاموا بتعديل بعض النقاط وأصروا على تعديل بعض النقاط حتى يتمكن ذلك الاتفاق من المرور. تمكنت مصر والدبلوماسية المصرية من إقناع المجتمع الدولي في خلال أسبوع، كل المجتمع الدولي في خلال أسبوع بالتعديلات المطلوبة. الآن لأننا الذي نخشاه، نحن نخشى شيئين وهما بات أقرب مما يتوقع الكثير مما يظن الكثيرون. الأول انقسام ليبيا. الآن هناك قوة تحاول أن تجعل هناك قوة في الغرب مسيطرة، وهناك قوة في الشرق مسيطرة، وهناك قوة في الجنوب تحاول أن تتجذبها الأطراف الغرب أو في الشرق. نعم، إذن سننتظر دكتور محمد الشحومي أن تسفر هذه اللقاءات المتعددة بين الجانب الليبي والمصري لمزيد من القوة والتلاحم بشأن الأزمة الليبية. دكتور محمد الشحومي رئيس الحراك الوطني الليبي، شكرا لك.